منا هي اللي كانت بتسرق، احنا عمرنا ما حرمناها من حاجه. لا يا جمال، الموضوع اكبر من كده. انت ما شفتش البنت كانت عامله ازاي فوق؟ البنت منهاره على اخرها. الموضوع كبير مش صغير يا جمال. انت لو بتتابع عيالك يا استاذه كنت عرفت عنهم كل حاجه، لكن انت مهتمه بالقضايا وباسمك وبس. يا سلام، وبسلامتك كنت فين؟ ده انت طول الوقت بعيد عن البيت وبتعامله كانه اوتيل. ده غير الست الشمال اللي انت رحت اتجوزتها وبتصرف عليها دم قلبك. يا ده مش وقت الكلام ده، احنا في ايه ولا في ايه؟ الورق ده يخصك؟ ورق الورق ده جالك ازاي؟ هو ده اللي يفرق معاكي؟ جالي ازاي؟ الورق ده لقيته على مكتبي النهارده الصبح، شكله كده يخصك. انت عايز مني ايه؟ ازاي ضميرك يسمح لك انك انت تجري في اعضاء الناس؟ انا وقتها عملت التنازلات بس، وبعدين انا ما غصبتش حد، الناس باعت وقبضت الثمن. تستغلي حاجة الناس وتقولي ما غصبتش على حد؟ انت جاي تحاسبني على حاجه عملتها من 12 سنه؟ انا ما كانش ليا اي دعوه بالبزنس ده، كل اللي عملته شغل قانوني وبس. اول مره احس ان انا عاجز ومش عارف اعمل ايه، ابلغ عن بنتي ولا اخالف ضميري واسكت؟ لو انت تيجي طبعا لازم تبلغ عني، جايز يدوك نشان ولا شهاده تقدير. وما تنساش بقى تبقى تطلع في كام برنامج تتكلم بقى عن الشرف وعن المبادئ، و100 الف طز فيا، المهم الناس تسقف لك، جايز كده ارتاح ضميرك. كنت هطرده من الاول بس ما رضيتش عشان خاطرك. تعالى هنا، انت مش قلت لي ان انت اتخلصت من الورق؟ ابوك الدنيا مقلوبه عليا بسببه، وفي ناس كتير متضايقه من اللي بيعمله ممكن يسكتوه، وانا ما عنديش استعداد اخسرهم. وبعدين الدنيا علمتنا حبيبتي ما تخلصش من ترطوفه ورق حد، لان كل حاجه بيجي لها وقت ونحتاج لها. عامله ايه دلو؟ طب بالله عليك يا اما، مش قلت لك تخلي بالك من صحتك؟ والله يا أم، والله يا اما انا مستني بس اقبض واجيب لك الدواء ونازل على بال الطوارئ. لا يا اما، لا يا اما، ما تخافيش، ربنا كبير عمره ما هينسانا. اه يا اما ادعيلي، ادعيلي بالله عليك. لا اله الا الله يا اما، هكلمك تاني، هكلمك تاني. لا اله الا الله. سلام سلام سلام. مالك يا طه، شايل همك ده ليه؟ أمي يا زينة سايبها تعبانة وشايل همها، متسابة في البلد لوحدها. والله العظيم أنا لولا الشغل ما كنت نزلت على مصر. إن شاء الله هنقعد في الشغلانة دي كام يوم يا طه، وربنا يرزق بقرشين حلوين، وساعتها تروح تطمن عليها. إيه يا جماعة؟ مالكوا في إيه؟ إيه يا ابني مالك؟ مفيش حاجة يا رئيس جلال، أنا بس كان عندي طلب، لو ينفع تشحن لي التليفون بتاعي عشان لازم أنا أكلم البيت كل شوية، معلش. آه، ولو اني هخبط مشوار كبير عشان اشحنهولك، بس ماشي. معلش. معاك موبايل انت كمان عايز يتشحن؟ مش معايا الشاحن بتاعه، معاك شاحن جبره؟ شاحن جبره؟ انا معايا شواحن لكل الموبايلات. شوفوا شغلكم وانا هلم بقيه الموبايلات من الرجاله عشان اشحنها بالمره. عايز شغل؟ يا رب. احنا لسه نستنى كتير، مش مفترض تبدا تشرحهم؟ اما يحتاجوا الطلبيه هيكلمونا. طب ما نتصل بيهم احنا ونخلص. وانت مستعجل كده ليه؟ الاعضاء لما تنقل في الثلاجه مش حلو، لكن لما نقلها طازه هيبقى افضل كتير.
انا قلقان حد من العيال اللي بره دي يحس باي حاجه. يا سيدي ما تقلقش، انا ساعتها هبقى اتصرف. ماشي. وانا واقفه في استوديو الاذاعه حصلت حاجه غيرت حياتي. كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. معنى ايه الكلام ده يا اخوانا؟ هل معناه ان كل انسان نسيبه كده يغلط عمال على بطال؟ الكلام ده معناه ان كل انسان فينا ممكن يغلط ويكثر من الخطأ. خطأ، بس يغلط ويتمادى في خطئه؟ لا، يجب على اي انسان ان يتوب. لازم يرجع لربنا، لازم يتوب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن فضل ربنا وكرمه علينا ان ابواب التوبه مفتوحه على مصراعيها في كل وقت وكل حين. حد يسالني ويقول لي يا سيدنا ابواب التوبه دي مفتوحه لحد امتى؟ اقول له حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحان الله، من فضله وكرمه علينا يفتح لنا أبواب توبته على مصراعينا آناء الليل وأطراف النهار. سبحانك يا الله وعفوك وغفرانك، غفرانك يا الله أفراك. واتحجبت وقررت اعتزل التمثيل، وبدأت احضر كل دروس سيد، وبقيت ماشي وراه واتبعته في كل حاجة. وبعد مدة طلب مني سيدنا اني اطلع معاه في قافلة دعوة لقرية في الصعيد. لقد خلقنا الله وجعلنا خلفاء في الأرض لكي نطبق منهجه ونسير على شرعه في كل أمور حياتنا، وذلك لكي تكون كل حركاتنا وسكناتنا وتعاملاتنا عبادة خالصة لله رب العالمين. اللهم إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. قولوا معي يا الله، يا الله، يا الله، اغفر لنا يا الله. وبدأنا نقرب من بعض لدرجة أنه أعجب بي. اسمعيني يا مريم وافهميني جيدا، انا استخرت الله ونويت اتجوزك. اتجوزني انا؟ اه، انا اصلي بصراحه من ساعه ما شفتك وبداتي طريق الهدايه والتوبه وانا بشتهيكي. اي ست في الدنيا تتمنى تتجوزك يا سيدنا، بس أنا خايفة من تجربة جوازي الأولاني. لا، اطمني وما تقوليش كده أبداً. معايا ما فيش خوف، أنا الطمأنينة والأمان وأنت السكن والحنان. سيبي لي نفسك وما تخفيش. وإحنا راجعين من الصعيد عدينا على مكان وسط الصحراء. وقابلت هناك ناس غريبة ما كنتش حاسة وسطهم بالأمان. كان في شخص ملازمه طول الوقت. الجو وقتها كان حر، دخلت أدور على مية ساقعة.
من هناك وأنا مصدومة لحد ما قريت خبر في الجورنال عن حادثة الأوتوبيس. نفس الأوتوبيس اللي كان في المعسكر. وبعد 3 أيام أعلنت إحدى الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن الحادثة والدنيا اتقلبت. هذا وتقدم بعض القيادات لتقديم واجب العزاء، وكان بصحبتهم بعض المشايخ والدعاء في هذا الحادث الأليم الذي أمس أبناء هذه القرية، وكان من أبناء هذه القرية كثير من الشهداء. الراجل اللي كان مع سيدنا في المعسكر هو نفسه، هو اللي شفته بياخد العزا في مركز الشباب. بعدها كان قدامي حل من الاتنين، يبلغ عن اللي شفته وساعتها مش عارفة ممكن يجرالي ايه، او اني ابعد عن سيدنا واختفي من حياته.